رب التوفيق في كل حاجة وإن يبقى في عمل كويسة سواء في الفن أو في الرياضة كمان. بتمنى إن شاء الله إن مصر والفرق العربية اللي مشاركة في البطولة الأفريقية إن يكون لها الحظ الجيد في البطولة. سنة محبة وخير وطمأنينة على قلوبكم جميعا. إن شاء الله يكون بازدهار ويستمر معانا الأعوام الجاية كلها مو بس 2018، إن شاء الله عوام كلها لأن برنامج ناجح. أنا بلعب كويس أسوي رياضة في البيت. This experience is probably bigger for me than it is for you guys. So you know, feels great to be here. أحبكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. حسن احنا مش كل يوم عيد. بالفوتبول انا كنت برازيل وزوجتي صارت زوجتي هي المانيه فبدنا نروح المانيا. مصطفى فينك من زمان عنك ما بتعزمني اجيك اقول لك كلمتين في الاستوديو كده. بحضر الحاجات رمضان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. امنيتي للناس انها تعرف تعيش كويس. كل عام وانتم الف الف خير. وان شاء الله دوم الانتصارات والافراح تغمرنا. حلوك لعيب جامد. انا تقريبا اولا انا ساكنه شقتي فوق جيم نسائي فكل تقريبا اسبوع 4 ساعات يوميا مرتين في الاسبوع وعشان كده محافظه على لياقتي. انا زملكاويه. الفن والرياضة هم مرآة أي شعب لما بيتقدموا بيبقى عارفين إن ده شعب متقدم ومتحضر. إم بي سي على طول هي اللي بتصنع النجوم. أنا لما بشوف مايك في إم بي سي أنا اللي بجري عليه ويا رب دايماً طبعاً زي ما أنتم عودنا في نجاح وفي تقدم وفي رقي وربنا يكرم يا رب. أستاذ مصطفى الأغا بسلم عليك سلام كبير جداً جداً ويعطيك ألف عافية على الشغل اللي أنت بتعمله. يعني بتمنى طبعاً إن إحنا نبقى في مزيد من النجاح والتقدم.